من جانبه أكد رئيس طاجكستان إمام علي رحمن أن التعاون الثنائي المثمر سيخدم مصالح كلا البلدين، مشيرا إلى أنه تم التوصل لتوافقات مهمة. وأوضح الرئيس التاجيكي أنه تم الاتفاق على توسيع التعاون في مجالات عدة. تطرقنا للقضايا الهامة للعلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف بين طاجكستان ومصر، وفي هذا السياق أكدنا أن التعاون الثنائي والبناء والمثمر سيخدم المصالح البعيدة المدى لكلا البلدين. لقد عرضنا عن ثقتنا في أن الاتفاقات التي تم التوصل إليها اليوم ستوفر أساسا مواتا للارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى نوعي جديد.